الست أم محمد بتتكلم إنه أثناء التلاوة هي بتمر بسجدة التلاوة، فلازم تتوجه للوجهة وتكون على طهارة. إحنا قلنا قبل كده أثناء يعني تلاوة القرآن الكريم إذا صادف الإنسان خارج الصلاة سجدة التلاوة فيبقى على وضوء، لأنه بيشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة ومن استقبال القبلة. يا ست أم محمد.